السلام عليكم. نتائج مصر في الألعاب الأولمبية، خلينا نشوف نظرة عامة على الألعاب الأولمبية في طوكيو. طبعا اليابان حققت يعني معجزة كبيرة، وهي حصولها على المركز الثالث بعد الصين، بعد الولايات المتحدة الأمريكية. وطبعا ده معروف ان هي كانت هتحقق نتائج كبيرة، نظرا لان هناك علاقة مباشرة بين استضافة دورة الألعاب الأولمبية وتحقيق نتائج، لان بيبقى معروف من قبلها بثمان سنين، فبيبقى طبعا في تركيز دور المشجعين، الارض عندك بتبقى البلد معدة، بيبقى عرس. طبعا اذكر شيء بالشيء يذكر ان احنا حاولنا نستضيف دورة الالعاب الاولمبية سنة 2000 اظن، وطلعنا من اول دور اصلا اترفض الملف، لان الملف كان مكتوب غلط، لان حصل ساعتها اسماعيل حامد سكرتير اللجنة الاولمبية وكان منير ثابت، ولما راحوا جابوا الفايل عملوا همبوكة وراحوا جابوا الملف، صدموا بالصعقة ان ده مفروض في اجهزة بتتحط تقيس سرعة الرياح وتقيس منسوب مش عارف المية ايه والبحر ايه والتلوث ايه من 10 سنين فاتوا، فردموا على الخبر مجور وانتهى الامر ان ما عرفوش يعملوا الملف وقدموا اي حاجة، وطبعا اترفض من الاول. والشيء يذكر ساعتها كان جنوب افريقيا مقدمة وعدت المرحلة الاولانية، يعني في ناس شغالة، في ناس شغالة. طيب يبقى في اليابان مش مفاجأة، واليابان هناك نهضة رياضية في مختلف المجالات. نتكلم عن مصر ووكسة مصر، دي اسمها الوكسة، النتائج دي الوكسة. طب ليه الوكسة؟ لأن هنقارنها بالبلاد الأفريقية والبلاد العربية. هنقول كينيا رقم 17، مصر رقم 53. طيب هي حتى دي بصناعة، يعني احنا متعمدين، ولا دي ميداليات جاي بسجاد كده؟ لا، هي ميداليات جايت كده، سواء بتاعت الكاراتيه او بتاعت الخماسي ولا الفروسية، الخماسي اظن. فاحنا في وكسة كبيرة، لان انت هتيجي تقول لاي اتحاد، هو انت عندك خطة يا بابا للمشاركة في الألعاب الأولمبية؟ هتعمل إيه؟ أنا أعتقد وأبسم بالعشرة إن مفيش خطة. الوزير المحروس، ها الوزير المحروس اللي مفترض إنه أكاديميك، ها اللي الصحافة والإعلام بيطبلوا له ليل نهار وهو مظبطهم ومروقهم، أتحدى لو أن في الوزارة في خطة لمشاركة مصر الألعاب الأولمبية. أنا بقول مستحيل. فهي يعني تخيلوا لما تبقى كينيا رقم 17 ومصر رقم 53، ده يدل على إيه؟ ده وضعك. جامايكا أعلى منك بكتير، قطر أعلى منك بكتير. ما تقوليش انك فقير، لان انت مش فقير، مصر مش فقيرة، مصر فيها حرامية. بس لو قارنا ان انت طلعت 53، طيب لو جبت تقرير الشفافية العالمية هتلاقي مصر في الديل في 100 وشوية. ليه؟ لان الفساد ناخر الدولة في كل حاجة. مفيش اتحاد رياضي في مصر الا وفي لواء منزل
من السماء، بيعمل ايه اللواء ده؟ انا معرفش. طب هو فاهم في الرياضة دي؟ طبعا لا. طب هو عنده خطة؟ طبعا لا. طبعا لا، كلام واضح وصريح، لا. فاحنا في حالة وكسة، في حالة ان العلماء الحقيقيين بره القصة خالص، مسيطر على الاتحادات الرياضية كلها، مجموعة 99% من الأرزوقية ومن النصابين ومن الحرامية، وبالتالي هي دي النتائج، هي دي النتائج، هي دي النتائج، نتائج غير مخططة، نتائج أنت ما عملتش ليها، يعني أنت مخطط، ما لم تخطط إنك تعمل شيء. فين مجلس الشعب يسأل ازاي 53؟ ازاي بلد زي كينيا تبقى 17 وانت 53؟ فين الرياضات اللي انت متميز بيها؟ فين الرياضات اللي تقدر تجيب فيها على ميداليات؟ فين محترفينك في مختلف الالعاب؟ فين الناشئين؟ فين مشروع البراعم؟ فين مشروع مش عارف ايه؟ كل دي سبوبات عشان قيادات تقبض. وكسة الألعاب الأولمبية يتحملها الرئيس، يتحملها وزير الرياضة، يتحملها رؤساء الاتحادات. بس باختصار شديد، نشكر الناس اللي قدرت تلعب كويس، قدرت اللي تجيب ميداليات، يعني بإن في مواهب وربنا وفقها وظروف كده جت كده، إنما ما هو شيء مخطط. أنت ما عندكش رياضة في مصر، ما عندناش رياضة، زي ما احنا ما عندناش حاجات كتير، زي ما احنا ما عندناش حاجات كتير، بلد ضايعة. ليه؟ لأن الفساد ينخر فيها في كل حتة، وهتفضل على الوضع ده طول ما الزمرة دي موجودة، طول ما العقلية دي موجودة، هنفضل بالوكسة دي مدى الحياة. والألعاب الأولمبية أو الرياضة هي عكست، عكست وضعنا الحقيقي. أشكركم والسلام عليكم.